وسهلا بكم. لأقدم لكم في هذا الدرس طريقة تثبيت متصفح جوجل كروم على توزيعات لينكس. قبل أن أبدأ بشرح الطريقة، أشير إلى من يهتم بالبرمجيات الحرة إلى أنه يمكن تثبيت كروميوم، النسخة المفتوحة المصدر من مشروع كروميوم المشابه لجوجل كروم. هذا الإصدار أو هذا البرنامج كروميوم يمكن تثبيته من مركز برمجيات التوزيع التي تستخدم، ستجده في أغلب التوزيعات. الفرق بين كروميوم وجوجل كروم شرحته في درس سابق، ستجدون رابطه في وصف الفيديو على يوتيوب وفي الدرس الكتابي المرافق لهذا الفيديو على المجمع. الآن نهتم بمن يريد أن يحمل جوجل كروم. طريقة أنك تفتح متصفح الانترنت الذي تستخدم حاليا، تنتقل إلى جوجل وتبحث عن تحميل جوجل كروم، فتظهر لك هنا عدة نتائج تهتم بالنتيجة الأولى، متصفح جوجل كروم. سأضع رابط هذه النتيجة أيضا في الدرس الكتابي. ندخل له لهذا الرابط، تظهر هذه الصفحة، نضغط على تنزيل كروم، وهنا يجب أن تظهر لنا هذه النافذة التي تعطينا عدة خيارات لاختيار الإصدار المناسب لنا، إصدار خاص بالتوزيعات الديبيانية وإصدار خاص بالتوزيعات الريد هاتية. بالنسبة للتوزيعات الديبيانية 32 بت أو 64 بت على حسب الإصدار الذي تستخدم، فالمقصود بها هي توزيعات ديبيان، أوبونتو ومشتقة أو بني عليه ماك، توزيعات لينكس مان، توزيعات إليمنتاري، توزيعات نيترانر. فجميع هذه التوزيعات التي مبنية على أوبونتو أو ديبيان بمختلف الواجهات ستحمل هذا الإصدار خاص بها 32 بت أو 64 بت على حسب نوع المعمارية التي بها نظامك. بالنسبة لفيدورا أوبنسوزا، فالمقصود بها جميع التوزيعات التي لها تحزيم RPM كفيدورا أوبنسوزا ريد هات ماجيا، فهذا الإصدار هو الخاص بها. في حال كانت لك توزيعة أخرى، فيمكنك الضغط على هذا الرابط هنا، ربما تجد إصدار خاص بها. ثم بعد اختيار الإصدار تضغط على قبول وتثبيت، فيجب أن يعطيك متصفحك إمكانية تحميل أو حفظ الملف. هنا يمكن أن أحمل أو أحفظ الملف بالنسبة لي قمت بتحميله مسبقا، لذلك سأضغط على إلغاء، والنتيجة ستكون بعد انتهاء تحميل ملف بامتداد ديبيان بالنسبة للتوزيعات الديبيانية بامتداد ديب، وبالنسبة للتوزيعات الريد هاتية فسيكون بامتداد RPM. الآن يبقى لي أن أثبت جوجل كروم من هذا الملف. بالنسبة للتوزيعات الديبيانية، أغلب التوزيعات يكفي أن تقوم بالضغط مرتين على الملف فيفتح في مركز البرمجيات، تدخل كلمة السر وتضغط على ثبت فيتم تثبيت البرنامج. لكن أنا سأقدم لكم طريقة التثبيت من الطرفية كي يتمكن الجميع من تثبيت الملف بامتداد ديب مهما كانت التوزيعة التي يستخدم. الطريقة جد سهلة، فقط قم بنسخ الملف في مجلد المنزل الخاص بك كي يسهل عليك تتبع هذه الطريقة، وتفتح الطرفية وهنا تدخل الأمر sudo dpkg-i متبوع باسم الملف جوجل، تضغط على طابع الإكمال التلقائي أو تكتب اسم الملف كاملا وتضغط على Enter، تطالب بكلمة السر. بعد انتهاء عملية التثبيت ستجد البرنامج أضيف لقائمة الانترنت في لائحة البرامج التي تستخدم على نظامك. الشيء المهم الذي يجب أن تنتبه له عند تثبيت جوجل كروم هو أن التثبيت يضيف تلقائيا مخزن خاص بجوجل كروم على توزيعاتك. معنى ذلك أنك لا تحتاج للبحث يدويا عن التحديثات الخاصة بجوجل كروم، بل أن التحديثات ستكون تلقائية مع التحديثات التي ستتوفر أو ستوفر لك عند البحث أو عند إدخال أمر التحديث. لنلاحظ ذلك، فلو أدخلنا أمر التحديث sudo apt get update وركزنا هنا فقط على جوجل لنرى هل ستظهر لنا نتائج خاصة بجوجل، فأنا سنلاحظ أنه سيظهر لنا كما تلاحظون هنا تم الاتصال بهذا المخزن، وهو المخزن الخاص بجوجل الذي تم إضافته تلقائيا عندما ثبتنا متصفح جوجل كروم. إذن لا نحتاج لتحديث البرنامج يدويا، بل يكفي فقط أن نقوم بتحديث النظام بالطريقة العادية وسيحدث المتصفح معه. من يستخدم إحدى التوزيعات الريد هاتية التي لها التحزيم RPM فسيجد طريقة تثبيت الملف المحمل ضمن الدرس الكتابي المرافق لهذا الفيديو. بهذا أكون وصلت إلى نهاية هذا الدرس، ونلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.